وصل محافظ المنوفية جولته الميدانية لمركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي ذلك في إطار الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وشملت الجولة أعمال الحفر بتوسعات محطة معالجة صرف شما وسيخدم المشروع قرى طهاو طهواي وشما ورمل الأنجب ومن المقرر إنهاء الأعمال بها خلال عام